عبر خدمة سكايب من العاصمة الروسية موسكو. ينضم إلينا الدكتور وسام جواد، المحلل السياسي وخبير الشؤون الروسية. دكتور جواد، أهلا وسهلا بحضرتك. كيف تمضي هذه الانتخابات في ضوء المعطيات التي كانت سابقة عليها بين بعض نشطاء المعارضة والحكومة الروسية؟ لا شك أن هناك تناقض ما بين ما يسمى بالمعارضة، أضعها المعارضة بين قوسين لأنها لا تمثل معارضة حقيقية في الواقع. هناك فئات لها أهداف خاصة ومندفعة من قبل جهات أجنبية أكثرها، لذلك كلمة المعارضة أعتقد في المفهوم السياسي يجب أن تنطلق من منطلقات وطنية. هنا عندما تتصل هذه الجهات بجهات أجنبية كما حصل قبيل انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما كانت تتواصل مع جهات أجنبية أمريكية وغربية في سبيل إسقاط الاتحاد السوفيتي، إلى حد ما ولو بشكل أصغر تتكرر هذه الصورة، أي أن هنالك جهات تدفع وهنالك جهات تستلم ثم توزع بقدر وذاك بهذا القدر أو ذاك على بعض الأطراف في سبيل الخروج، وكأن هنالك معارضة حقيقية. ولكن واقع الحال أقولها وأنا كنت شاهدا على سواء على المظاهرة الأولى التي ظهرت والمظاهرة الثانية، هنالك قضية قانونية أساسية أنه لا خروج للمظاهرات بدون اتفاق أو الحصول على موافقة رسمية، وهذا شيء متبع في كل دول العالم يعني المتحضرة. هذا ما كان يطالب به النظام، ولكنهم أصروا على أن يخرجوا دون، وبالتالي أوجدوا صورة وكأن النظام قمعي وكأن النظام اتبع سياسة غير إنسانية. لكن على مستوى المطالب دكتور وسام، المطالب كانت مرتبطة أو كانت تتحدث عن استبعاد بعض المنتسبين لهذه المعارضة بين قوسين أيا كان وجه الرأي فيها من قوائم المترشحين في الانتخابات البلدية وتحديدا في بلدية موسكو. هنالك سببين لهذا. السبب الأول هو الاندفاع من قبل ما قلت سابقا أن هنالك من يدفع لهذا، ولكون أنه هنالك اعتراضات على هذه الشخصيات التي تفضلت وأشرتم إليها، ولكن الواقع يشير إلى أن بإمكان أن نتصور هذه الأمور من جهات لها وزن سياسي أو ثقل سياسي لكي يمكن إعطاء مصداقية لهذه المطالب. أما أن تكون الجهات التي تتقدم بإزاحة هذا الشخص أو ذاك لا تمتلك هذه الأوليات من الحقوق على الأقل السياسية والوطنية، أعتقد نضع علامة استفهام على ذلك. أنا لا أبرر طبعا، هنالك بعض الجهات التي فعلا قد ربما تستحق وآن الأوان أن تتغير، يعني هنالك وجوه يجب أن تتغير، لكن النظام لا ينفي أنها ستتغير حتما بحكم انتخابات وطنية ديمقراطية شرعية، يعني ما على أساس الضغوط التي نتحسسها هنا وهناك من أطراف خارجية. لكن الحديث عن قناعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو واحد من أقوى الزعماء الذين يقودون دولهم بشهادات كثيرة غربية حتى عوض الشهادات التي تأتي من بعض حلفاء روسيا، يقولون أيضا أنه لا يهتم كثيرا بهذه المسائل الديمقراطية وتداول السلطات وما إلى ذلك، وأنها مسائل قد تصنف على أنها مسائل رفاهية ليست مدرجة في أولويات أجندته. هنا شيئين ورد في حديثكم، الديمقراطية والرفاهية، و يعني هنالك ربط بين الاثنين اعتقد في هذا الواقع. اعتقد ان مساله الديمقراطيه يجب ان تؤخذ بصوره اعتقد شموليه وتشمل هذه الشموليه بقيه الدول في اوروبا مثلا وفي امريكا، يعني لا يمكن ان نتحدث عن عدم وجود الديمقراطيه في روسيا في الوقت الذي كما اشار بوتين نفسه الى ما حصل في باريس. بوتين يعترض على هذه الاساليب التي اتبعت في باريس مثلا وحتى في دول اخرى سابقا، شاهدتم وانتم تعلمون كم هي الاساليب التي اتبعت في السلب والنهب وكسر الزجاج والمؤسسات وما الى ذلك. هذا الشيء يرفضه رفضا قاطعا الرئيس بوتين وترفضه اعتقد السلطه ككل. اما انه نتحدث عن الديمقراطيه فالديمقراطيه لا باس، لا يعترض الرئيس بوتين على الانتخابات، لا يعترض على ازاحه الناس، لا يعترض على قبول وجوه جديده، ولكن دعونا نقوم بهذه المهمه باسلوب حضاري بعيد عن العنف وبعيد عن اتباع الاساليب التي ربما تشار اليها من قبل اطراف اخرى في سبيل استفزاز الشارع بشكل غير معقول. الرئيس بوتين قاله ويقول الى الحد الان انا مع الديمقراطيه، وهو ليس ولم يبدي ما يشير عكس ذلك في الواقع. ما يقال عن الرئيس بوتين بانه استبدادي ودكتاتور وربما اعتقد فيها مبالغه بصراحه. الرئيس عمل كثيرا ويجب ان لا ننسى ذلك. انا لا اقف هنا لهذه الجهه وتلك لانني مجرد كوني اعيش في روسيا منذ زمن بعيد، ولذلك انظر الى هذه بكل تجرد. اقولها لكم بصراحه، ما رايته خلال السنوات العشرين الاخيره الحقيقه يفوق التصور، يعني ما كنت اتوقع انه قبل 20 سنه كيف كان الوضع هنا في روسيا وفي موسكو. لذلك انا عندما سالت حضرتك دكتور وسام قلت لحضرتك ان الرجل
بشهادة الغربيين الذين قد يصنفون خصوم أو منافسين، يشهدوا في حق الرجل بأنه قدم تجربة فريدة في روسيا وأنه قوي وقوي للغاية في ملفات روسيا وفي الملفات المحيطة حتى بروسيا، سواء كانت ملفات أمنية أو سياسية. لكن قناعات الرجل بمسألة التداول السلمي للسلطة والديمقراطية وقبول المعارضة، هذه مسائل ربما فيها قدر من التأخير نوعا ما وفق إدانات غربية أو وفق بعض الشهادات الغربية في هذا الشأن. طيب، لنقل وفق الشهادات الغربية، ولكن وفق الشهادات القانونية هنا هنالك فترة انتخابية محددة. إذا انتهت هذه الفترة الانتخابية وبانت صور أخرى تشير إلى ما يحدده الإعلام الغربي، عند ذاك سيكون لكل حادث حديث. ولكن إلى الحال، إلى حد الآن، نحن نعيش في ظل الفترة الدستورية للانتخابات، فيجب أن لا نسبق الزمن، يجب أن لا نسبق الحدث، دعونا نرى النتائج، دعونا نرى ما سيحدث. أنا في تصوري ستمر الأمور بطريقة، اللهم إلا إذا استفزت أطراف معينة أو دفعت بها أطراف ثانية، عند ذاك ستختلف الأمور. ولكن لحد الآن كما تفضلتم، الرئيس أولا عسكري، ثانيا سياسي، ثالثا استخباراتي، له يعني ما يمكن أن نقول عنه ما يقل عند كثير من قادة العالم حقيقة أقول. ولكن القضية أحيانا تتطلب الشدة أو الحدة من قبل هذا الرئيس، لأنه يدرك تماما من هي هاي الأطراف التي تحرك الشارع أحيانا، يدرك تمام الإدراك من هم المدفوعون الآن من قبل الأطراف الخارجية. وعلى هذا الأساس تعتبر الجهات الأجنبية أو الدول الرأسمالية أن ما يحصل هو قمع وأسلوب دكتاتوري واستبدادي وما إلى ذلك. أشير إلى ذلك، إلى تلك القضية التي تفضلتم بها، ألا وهي دعونا ننتظر الفترة الانتخابية، لم تنتهي بعد، فلتنتهي وعند ذلك سيكون كل الحادث الحديث. طيب دكتور وسام، يعني ما ممكن أن دكتور وسام، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أو فيما قبلها أو في الفترة التي كان فيها الرئيس بوتين رئيسا للوزراء في وقت ديمتري ميدفيديف، الذين عايشوا تجربة تفكك الاتحاد السوفيتي ووصول بوريس يلسن، ومن بعد ذلك الاتيان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حاول لملمة ما تبقى من روسيا وبناء روسيا الجديدة التي يعيشها، الذين عايشوا هذه التجربة ينظرون إلى الديمقراطية هم أنفسهم على أنها ليست ذات أولوية بالقدر الكافي، وعلينا أن نركز كل اهتمامنا بالقضايا التنموية والقضايا المرتبطة بالرفاه الاجتماعي ثم نفتش عن الديمقراطية والممارسة السياسية حتى، ولا الممارسة السياسية هي جزء من اهتماماتهم أيضا؟ طرح جميل، ما تفضلت به جميل جدا. في الواقع دعني أخبركم بأنني كنت هنا أحداث في زمن الانهيار، يعني انهيار الاتحاد السوفيتي، وعيشت الضربات التي وجهت إلى البيت الأبيض والقتلى التي لم يبعدوا عن بيتي كثيرا، وكنت شاهدا على بعض الأحداث التي حصلت آنذاك. ما جاء بباريس يلسن هي جهات أجنبية، ومن جاء وما عمله سابقه سلفه غورباتشوف أيضا لم يكن عفويا ولم يكن بدون تخطيط خارجي. قالها غورباتشوف بنفسه، لقد عملت على إسقاط الاتحاد السوفيتي. وقالت الصهيونية بأننا عملنا ما بوسعنا في سبيل إسقاط الاتحاد السوفيتي، وقالها هذا رئيس الوزراء السابق أولمرت بشكل واضح وصريح. إذن هنالك أطراف خارجية ساعدت وسهلت قضية انهيار الاتحاد السوفيتي، مستغلة الوضع الاقتصادي المتدهور آنذاك وضعف القيادة الروسية. لكن ما أتى به يلسن بعد ظهور الرئيس بوتين، تغيرت أشياء كثيرة لم تكن في الحسبان، وحتى في حسبان من أتى ببوتين آنذاك. يعني أنا دعني أقول لك، هنالك أمور كثيرة في الواقع أعلمها جيدا. يعني بوتين كان قبل ذلك في لينينغراد مساعد لسيفتشاك، أنا وهو محافظ المدينة، محافظ لينينغراد، يعني لم يكن تلك الشخصية المعروفة آنذاك. ولكن بجهوده وبإرادته وبإرادة وطنية مخلصة دكتور وسام، يعني الحديث الحديث عن مآثر الرئيس الروسي يبدو أنك مؤهل أن تستغرق فيها، وأنت معجب بهذه التجربة، وهذه رأي أيضا، هذا رأي أيضا محل اعتبار. لكن أنا كان سؤالي مرتبط بالتطورات والمعطيات التي ذكرتها حضرتك والتي سقتها في سؤالي، هل أثرت على هذه الشريحة التي عايشت هذه التجربة وبالتالي أصابتهم بقدر من الفتور فيما يتعلق بالممارسة السياسية، ولا الممارسة حاضرة حتى وإن كان هناك تطور ما جرى في روسيا؟ لا، ما اعتقد، اعتقد ان هنالك جهه اعتقد اصبحت متاكده من ان ما سارت به السلطه منذ تولي الرئيس بوتين الى حد الان هو نهج صحيح. يعني لو نظرنا الى الجانب العسكري مثلا، اصبح الروسي ذو شعور
وطني فخور بما يحصل الحقيقة، وهذا الشعور الوطني لم يكن ملموسا بصراحة في فترة انهيار الاتحاد السوفيتي وما قبله. هنا الشعور الوطني بدأ يظهر أكثر فأكثر. وصلت هذه الفكرة تماما، وأنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور وسام جواد، وأعتذر منك على المقاطعة، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الروسية منضما إلينا عبر خدمة سكايب من موسكو، وشكرا جزيلا لك.